بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في قناتنا للباثولوجي، قناة دكتورة هند صلاح وصفية. المفروض النهاردة إن شاء الله إن احنا هنتكلم على الجزء الخاص بمناقشة بعض تكنيكس في الباثولوجي سبيشال تكنيكس، واللي بيتكلم عن الفروزن سيكشن. بس يعني ان شاء الله قبل ما نبدأ بحب بس ان انا انبهكم اني طبعا بعمل المحاضرات دي علشان افيدكم، فبرجو منكم طبعا ان انتوا تشتركوا في القناة والتفاعل على القناة وارسال التعليقات طبعا باللي انتوا عايزينه. ولو انتوا عايزين نعمل اي جزء عملي او شرح للاجهزة او اي جزء انتوا يعني تتفاعلوا معنا فيه وتبعتوا تعليقاتكم بايجابية طبعا، وانا ان شاء الله هرد عليها علشان طبعا نستفيد كلنا مع بعض من المحاضرات دي ونقدر ان احنا نوصل لاقصى استفادة. فأرجو منكم طبعا ان انتوا تشتركوا في القناة وتبعتوا لي تعليقاتكم بإذن الله. هنبتدي مع بعض النهاردة هنتكلم على الفروزن سيكشن. الفروزن سيكشن ده جزء مهم جدا في الباثولوجي، وده طبعا حاجة مش موجودة النهاردة او لسه مستحدثة يعني في الباثولوجي، لكن هي حاجة موجودة من زمان جدا وبتتعمل، وهي خاصة بان احنا بنعمل تشخيص للباثولوجي والعيان داخل اوضة العمليات. يعني بيبقى العيان مفتوح جوه في العمليه وفي اوضه كده صغيره في جناح العمليات بيسموها اوضه الفروزن، او اللي هو التشخيص بالتجميد العينه. الفروزن سيكشن ده بنسميه تجميد العينه، لسه طالعه من العيان من اوضه العمليات بتجيلنا في اوضه الفروزن ونبتدي نجمدها ونبدا نقطع منها ونعمل ايه شرايح. تمام، فدي حاجه بتبقى سريعه وبتوصلنا لتشخيص مبدئي سريع لو احنا طبعا ما عندناش تشخيص من قبل كده بفاين نيدل او بانسيجنال بايوبسي او بحاجه او حتى بدروكات، وبنحاول ان احنا نعمل لو ممكن نعمل ستيجنج للحاله او ان احنا نوصل لتشخيص مبدئي للحاله، فده طبعا بيكون حاجه سريعه. فغالبا بتستخدم في اللي هي عمليات الاونكولوجيكال سيرجري اللي هي جراحات الاورام، دي اكتر حاجه بنستخدم فيها الفروزن سيكشن، وخاصه طبعا البريست لو واحده عندها مثلا ايه سويلنج في البريست او ماس، واحنا من التشخيص المبدئي بتاعها مش عارفين ان هي مثلا هل هي فعلا مالجنانت وانفيزيف ولا هي حاجه جاست مثلا كارسينوما انسايتو يعني ورم كده في اماكن صغيره محدده، ممكن نعمل لها الفروزن سيكشن ده والدكتور بيشخص اثناء العمليه وهنقول له اذا كان يشيل اكتر من كده ولا يستنى او يشيل من مارجن معين او من ناحيه معينه او يسيب، او هو كده تمام وصل للايه الحد المطلوب في الجراحه ولا يشيل اكتر من كده. فده طبعا حاجه مهمه جدا جدا للبيشنت وبتساعده جدا. تمام، فالجهاز بقى اللي احنا بنستخدمه في الموضوع ده اسمه الجهاز كرايوسكشن. جهاز الكرايوسكشن ده اسم الجهاز، او الكرايوستات، كرايوستات او الكرايوسكشن، دي كلمه مهمه جدا لازم كلنا بنستخدمه بقى في ايه الفروزن سيكشن ده وايه اهميته. بيقول ان هو زي ما بقول لكم كده حاجه انترا اوبراتيف اثناء العمليه، بناخد راي الدكتور بتاع الباثولوجي بجانب راي الدكتور الايه الجراح. ده بنستخدمه ليه؟ بدل ما الجراح يدخل ويشيل اللمبه او يشيل السويلنج اللي عند البيشنت وبعد كده ويقفل والعينه تتبعت وتتحلل باثولوجي عادي، ونرجع نقول له لا ده لسه المارجن فيه، يعني كان المفروض تشيل اكتر مثلا من الناحيه الشمال، كنت تشيل المفروض اكتر من الناحيه اليمين، لا بدل ما بقى العيان يدخل عمليات تاني ويتفتح تاني، لا هو بيستنى شويه في اوضه العمليات لحد ما تقرير الباثولوجي بيطلع له، وحوالي 20 دقيقه الموضوع يعني بسيط، والدكتور بيشيل الزياده او بيعمل ايه اكسسيف مانوفر او بيزود من حته معينه، وهو ده بيوصله لايه لافضل يعني افضل نتيجه في العمليه. تمام، ممكن نستخدمه في ايه تاني؟ في الستيجنج، ان انا بقى بعرف هو وصل للليمف نود ولا لا، للغدد الليمفاويه ولا لا، باخد عينات مختلفه. تمام، وزي ما قلنا والاهم حاجه اللي هو السيرجيكال مارجن. فعشان نعرف ان الفروزن سيكشن ده يعني حاجه سريعه جدا في حوالي 20 دقيقه او بالكتير او ربع ساعه كمان، مش 20 دقيقه بنوصل لتشخيص، والسبيسمن بتكون فريش يعني جايه مش في فورمالين، ودي لو نفتكر من الحاجات اللي قلنا عليها ان العينات لما بتتعمل فروزن سيكشن ما بتتحطش في الايه في الفورمالين. في بعض الحالات في حاجات ثانيه اسمها تاتش بريباريشن اوف ذا ريسيفد سبيسمن، يعني ايه العينه لسه جايه لي فريش اهي، سواء هي بريست سبيسمن او ثايرويد او يعني اي حاجه متشاله. تمام،
وبنجيب جلاس سلايد نظيفه كلين وبنعملها تاتش، بنحطها على المارجن او على الكات سيكشن بتاع السبيسمن اللي جايالي او العينه اللي جايالي، وباخد الشريحه بقى هي كده لقطت شويه خلايا كده من على الكات سيكشن بتاع السبيسمن، وببتدي اسبخها بسرعه واعمل لها وافحصها تحت الميكروسكوب واشوف نوعيه الخلايا اللي موجوده عندي دي شكلها ايه بالظبط. بتاخد يعني بتاخد فكره سريعه عن الايه السبيسمن بالظبط، هل هي عينه مالجنت، هل هي بيناين، شكل الخلايا فيها ايه بالظبط. تمام، بنفكركم تاني ان احنا لازم نعلق على الفيديوهات اللي في القناه علشان ان احنا نقدر نتواصل مع بعض، ومستنيه مقترحاتكم طبعا بالحاجات اللي انتوا عايزينها واي حاجه مطلوبه، انا طبعا تحت امركم في الموضوع ده. تمام، هنرجع تاني للايه الانسترومنت بتاعتنا اللي هي الكرايوسكشن او الجهاز اللي هو اسمه الكرايوستات. الكرايوستات ده جهاز عباره عن ايه، هو الفكره بتاعته ان هو مايكروتوم انسايد ا فريزر. سهلة خالص، عارفين احنا الميكروتوم اللي احنا بنقطع عليه الشرايح ده، هو الميكروتوم ده، بس يعني جزء مصغر منه موجود جوه فريزر، يعني جوه حاجة بتجمد. تمام، ده بيعمل ايه الميكروتوم ده، بيقطع تمام سلايدز على سمك كام، على سمك واحد مايكرون. بتجيلي العينة تمام، اول ما بتجيلي بتقولي زي ما قلنا فريش ما فيهاش فورمالين، ببتدي ان انا اقطع منها وبحط السبيسمن اللي انا بقطعها دي بقى مش في بلاستيك كاسيتس بقى والعملية التانية التقليدية دي، لا بحطها على حاجة اسمها ميتال ديسك، حلقات معدنية كده، بحط عليها التشو وبدخلها في الجهاز تتجمد لدرجة حرارة سالب 20 لحد سالب 30 درجة مئوية، وبحط عليها جيل ميديوم يعني حاجة زي الامبيدنج ميديوم كده اسمه OCTt، الاختصار بتاعه ده اختصار عالمي مسموح ان احنا كلنا نقوله اللي هو OCTt. ده بيتكون من حاجه اسمها بولي ايثيلين جلايكول وبولي فينايل الكحول، دول المركبين دول مع بعض بيعملوا لي اللي هو الايه OCTt ده، اللي بعمل امبيدنج فيه او بحط فيه الايه السبيسمن بتاعتي علشان تتجمد جوه الايه جوه في الفروزن ايه او الكرايوستيت ده. وبعد كده اول ما بتتجمد ببتدي ان انا اقطعها على الميكروتوم ده. دي صوره لجهاز الكرايوستيت. تمام، وده الهاند بتاعت الايه الميكروتوم اللي بيقطع اهو بالتاكيد كده، ده شكل للفروزن او سي تي بلوك. البلوك بتاعنا بيبقى الماده البيضة اللي هي حوالينه دي، هي دي الايه الماده اللي اتجمدت اللي هي الاو سي تي جل، والتشو بتاعنا اللي هو في الوسط ده، وببتدي اقطع منه على الايه شرايح واخدها اسبخها. طيب هي انا زي ما قلنا ان العينه بتبقى سوفت جدا، تمام، في درجه الحراره اللي هي سالب 20 لسالب 30 دي العينات بتجمد جدا وبتبقى كانها حجر بالظبط. لو انا بقى عندي عينه فات او ليبيد ريتش تيشو، ده بيحتاج مني لور تمبريتشر، يعني كمان بوطي الحراره عن السالب 30، كمان ممكن سالب 35 او حتى سالب 40. تمام، بعد كده ببتدي ان انا اقطعها بالمايكروتوم واخدها على جلاس سلايد وبسبخها. طب هسبخ بايه؟ بالصبغه العاديه بتاعتنا خالص اللي هي الاتش اند اي، هي الصبغه الهيماتوكسلين واليوسين. طبعا البريباريشن هنا بيبقى سريع جدا عن الحاجات التراديشنال، اللي انا عندي عينه وفي الفورمالين واستنى واعمل بروسيسنج واعمل بارافين امبيدنج واعمل بلوكات، الكلام ده طبعا زي ما قلنا بياخد ايام واسابيع، لكن لو الفروزن سيكشن ده في خلال 10 دقائق بيبقى عندي الايه بيبقى عندي الشريحه جاهزه للتشخيص. طبعا هي سريعه طريقه سريعه، لكن الكواليتي بتاعه الشرايح طبعا بتكون اقل بكتير من الشرايح اللي متمرره في الايه اللي متثبته في الفورمالين ومتمرره في الزايلين وفي البارافين والكلام ده، لكن دي زي ما قلنا طريقه سريعه، طريقه بنستخدمها غالبا في العمليات بتاعه جراحات الاورام، بتفيد جدا المرضى دول، بدل ما اعرض العيان ان هو يدخل تاني عمليه او يفتح تاني او يشيل مارجن زياده، لا انا اثناء العمليه العيان يعني هو رايد على ترابيزه العمليات بياخد منه العينه يروح على طول على اوضه الفروزن، ناخد منها بسرعه ونقطع ونحط في الفريق في الكرايوستيت ونقطع ونسبغ ونشوف على طول الايه، ونقول للدكتور بقى يشيل من هنا، لا يزود من هنا، لا هنا تمام، لا كده خلاص تمام قفل، والدكتور بيبقى الجراح يعني مستني قرار الايه الباثولوجيست. فده عمليه مهمه جدا 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 للبيشنت، و ممكن كمان تبقى لايف سيفنج. تمام، وبنفكركم برضو في الاخر تاني بالكومنتات والتفاعل على القناه، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي هنتكلم فيه على السيتولوجي، والسيتولوجي طبعا ده حاجه مهمه جدا جدا في الباثولوجي. اشوفكم ان شاء الله على خير، السلام عليكم ورحمه الله.